طيب محمد، بدنا تحكي لنا عن طنبون بما انك بتروح وبتيجي، جغرافيتها، طبيعتها، ارضها، انتاجها الزراعي، العائلات اللي فيها، يعني هي نعرف الناس بطنبون. طنبون هي قرية شفغورية، نعم، قريبة من طوباس، قرية تابعة لطوباس، قريبة من الفارعة، البيذان، طلوزة، يعني سهل تشتهر بالقمح، بالشعير، بالبيكا، بالزراعات يعني الحبوب. والله البيكا هذا انا ما بعرفها هون في عمان، يمكن ما عادش بعرفها، بس انا بعرفها على فكره. انا من جديد عرفتها. من جديد عرفتها. هي زي الكرسنه. زي الكرسنه. زي الكرسنه، مضبوط. انا قبل فتره لما كنت هناك عرفتها، يعني انا بعرفهاش من اول. بحشوها حش. هي تقريبا شبيهه للقمح يعني. نعم، وزي بيوت قريبه الشبه، من شان يعرفوها الناس، من بيوت الحمص. من بيوت الحمص، مظبوط. يعني بخلعوها خلع. بلدنا فيها عائلتين كبار او حمولتين، اللي هي بشارات وبني عوده. طبعا بتفرع منهن، وما شاء الله يعني بلد كبيره، مساحتها الجغرافيه كبيره، عدد سكانها كبير. الحمد لله، يعني فيها ابو الجلده، اكيد سمعت منه. ابو جلده وابو عرنيط، انا كنت بدي اسالك هلا، يعني انت عمرك اطول من عمري اكيد. انا ابو جلده كان الوالد الله يرحمه يضل يحكي لنا عنه. بدنا تحكي لنا ايش عنهم هذول، ما حدش بيعرفهم. انا والله ابو جلده اللي بعرف انه كان، يا ريت لو حد يعمل مسلسل عنهم هذول، لانه غير طبيعيين. هذا ابو جلده كان مجنن الانجليز. نعم، كان نعم. يفوت من مغاره يطلع من الجهه الثانيه. نعم، كانوا نعم. يلحقوه بطمون ويمسك يطلع لهم من طوباس. نعم، هذا اللي كنت اعرفه. نعم، يعني نعم. هذا الروايات اللي انا ابوي ايضا يعني كان بيعرفهم شخصيا وكان يحكي لي عنهم. كنت اعتقد انه بما انهم من حوالين طمون ومن طمون انه بتعرفوا انتوا اكثر عنهم. طيب، حكينا عن موقعها وحكينا عن زراعاتها وحكينا عن عائلاتها، واكيد طمون قدمت اسرى وشهداء كثير. قدمت شهيد من المستوى الرفيع، كان الرجل الثاني بعد يحيى عياش، اسمه ابراهيم بني عوده. حاولوا اغتياله مرتين، اول مره قصفوا السجن أريحة وهو فيه وما اجت فيه، وثاني مره برضه عميل، اظن انه في واحد ايضا من عميل بعرفه زرع له قنبله بالسياره. بعرفه. لا انا بعرف العميل الثاني، مش هو اللي بتحكي عنه، اللي ساكن في بيسان. طردوه اهل طمون وساكن في بيسان. هي مشكله العملاء، يعني مشكله، هو اسرائيل بتعاملوا معهم بسياسات، يعني في منهم طبعا أكيد، في منهم بكونوا عاملين عليه زي فيلم، ماسكين عليه إشي انه يا بتعمل بدك تشتغل او بنفضحك او بنعمل لك مشاكل. ما هو ترهيب وترهيب. ترهيب يعني. وترهيب، صح. طيب يا اخوي، يا محمد، يا ابن اخت صديق العزيز جمال الدلي، بدنا نختتم هذه الحلقة الرمضانية الجميلة بقصيدة من شعرك، ولكن قبل ما تبدأ قراءة القصيدة بتحب تحكي إشي، بما أنك أنت بتروح وبتيجي، شو بتحكي لأهلك اللي في طمون، شو بتحكي لأهلك اللي في عمان، لشباب فلسطين اللي هناك ولشباب فلسطين اللي هون؟ وبعدين قناة نورمينا ترى في جميع أنحاء العالم الآن، يعني في الشتات، نتمنى لها التقدم. إذا في ناس من طمون بيعرفوك في كندا، في نيوزيلندا، في أستراليا، في أمريكا الجنوبية، بسمعوك الآن. فشو بتحب تحكي لشباب فلسطين في الداخل في القصر أو في الشتات في الخارج؟ شباب فلسطين اللي بالداخل بحكي لهم اصبروا، والله معاكم، ربنا واقف معكم، وربنا راح ينصر فلسطين ويرفعها. آية نزلت بالقرآن إن شاء الله، يعني بإذن الله راح ننتصر وراح يرتفع علم فلسطين فوق إن شاء الله. والقدس بإذن الله راح تكون عاصمة فلسطين إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. وشبابنا اللي هون الله يعينكم على اللي انتم فيه، لانه فلسطين لسه جوا قلوبكم وراح تضل جوا قلوبكم، وباذن الله بنرجع لها منتصرين رافعين الرايه باذن الله. هذا الحكي بدنا يسمعوه، اللي بيقولوا الجيل الثالث بنسى فلسطين. فلسطين ما بتنتسى. هذول بيمارسوا عمل انتحار اليهود على انفسهم، والله العظيم. انا بحكي مقوله دائما انه هيك، انه احنا شعب انولدنا بامين، امنا فلسطين، الأم الكبيرة فلسطين، والأم الصغيرة الأردن، الأمتين، إذا هذول أمهات ثنتين، الأردن وفلسطين، الأردن وفلسطين، والأم اللي ولدتنا فسيولوجيا اللي هي أمنا، اللي أمهاتنا الطبيعية، أمهاتنا الطبيعية. طيب سمعنا آخر شيء، آخر قصيدة عندك اسمها الليل. نعم. الليل يزور أسرتنا كمستوطن يرتدي عباءة سوداء، وتلك القبعة وأسفلها جدائل،
والرصاصات تملأ جيوب معاطفه وحائط البراق صلاته وأقصانا هيكله، وعروبتنا تنتظر الصباح على فانوس أفرغوه من الزيت، الليل تنتظره أمام نافذتها بشق ستارة على أنوار شلالات حمراء تعزف لحنا مدويا، تنتظره مترقبة كرم زيتون خلف بيتها، فلا هاتف يرسل إشارة عنه ولا صوت يصل مسمعه، ونباح الكلاب أرهبها صوت الرصاص، سكون أنفاسه تحت صبارة فرشت أشواكها جناحا يرتمي فوقه، الليل سماء تمطر النجوم بهدوئها، وصيف يروي نائما تحت دالية بنسمات الرياح، وصوت ديك يصبح الله يقرئك السلام لتستيقظ صباحا لابن عم لك استشهد بعد بلاغ عميد. ضيعنا الورق. الليل على طبق العشاء صحن دكة خضراء بعبق جبالها الصامدة، وزيت صاف كوجه طفل لم يتم عامه الأول، وطابونتين مقحمشتان صناعة صباحية يكسر الصمت. افتح باب افتح باب، صوت مستوطن عار من الرجولة يدخل عنوة متسلحا بدبابة خلف السور حارما ذكرياتهم من مسكنها. أحسن أحسن، برضو بنسامحك بس بنطالبك مقابل المسامحة هاي أن تعود إلى قواعد اللغة العربية اللي تتقنها. بعدين من كلش نسيم الرياح نسيم هواء، أما الرياح بصيرش نسيمه لأنه نسيم الهواء الرقيق الناعم هيك، فنقول نسيم هواء. شكرا لك يا عفو، احنا تشرفنا بوجودنا معك، وشكرا لحضورك، وتحياتنا لخالك وكله انه راح نستضيفه قريبا ان شاء الله. تعالى. ان شاء الله، واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، انا تشرفت بوجودي معك وتشرفت اني بوجود بحضرتك. يا مرحبا فيك. اهلا فيك استاذ. اهلا فيك استاذ. مشاهدينا الكرام، هذه هي الحلقه الاخيره او الفقره الاخيره من هذه الحلقه. نستودعكم الله في هذه الليلة من رمضان وأنتم على بوابات السحور، والسحور بركة، فأهلا وسهلا بكم. شكرا لرفقتكم الطيبة، وأود أن أذكركم بأن برنامجنا في رمضان قد طرأت عليه تغييرات في المواعيد، فأصبح موعد بثه الساعة 10:30 من ليلة الأحد، مساء السبت ليلة الأحد، ويعاد يوم الأحد الساعة 9:30 صباحا. يعني مرة واحدة بنعاد في حلقات رمضان، والساعة 10:30 يبث في الليل، ويعاد ثاني يوم الصبح. تصبحوا على خير، ونلقاكم في الحلقة القادمة على خير، وكل عام وأنتم طيبون، ورمضان مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفلسطين في القلب كانت وما زالت وستبقى، ولن ننساها حتى نستردها بإذن الله، والسلام عليكم.